كل ثانية، كل لحظة، كل دقيقة، كل يوم، كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي. 2020، كل واحد فينا في راس السنة بيكون عنده أشخاص، بني أدمين، يا إما بيبعتوا لهم رسائل يا إما بيكلموهم علشان يقولون كل سنة وانتوا طيبين. الحقيقة كان في شخص من الأشخاص العزيز جدا على قلبي كنت بكلمه علشان أقول له كل سنة وانت طيب. شخصية جليلة جدا وبحترمها جدا وبرجع لها لما أكون عايزة النصيحة. قلت له كل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله بقى 2020 يكون وشها وش خير علينا، عشان 2019 و2018 و2017 بصراحة إحنا كلنا تعبنا فيها. قال لي يا عبيطة، يا عبيطة في حاجة اسمها كده؟ لا، خلي 2020 سنة الدعاء والإلحاح والسعي، عشان رب 2020 هو رب كل السنين. يعني إيه حضرتك؟ يعني إيه دعاء وإلحاح وسعي؟ يعني تدعي يا رب يا رب يا رب اعمل لي الحاجة الفلانية، وبعدين تلحي في الدعاء. أنا مش هدعي مرة وأطلع أجري، أنا هدعي مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين. والسعي بقى هو أن أنا لو عندي قريب، خال، ابن عم، صاحب ممكن يفيدني في اللي أنا بدعي فيه ده، اسعي عشان اسعى عبد وأنا اسعى معاك. اوعى تقولي أن 2016 ولا 2017 ولا حتى 2018 كان وشها وحش علينا. أنت اللي ما كنتيش بتلاحي في الدعاء، أنت اللي ما كنتيش بتصممي على الحاجة اللي أنت عايزاها. فخلي سنة 2020 هي سنة الإصرار. حطي هدف قدام عينيكي اسعي فيه في الدنيا، ومدي إيدك وقول يا رب علشان يحصل. ومش مرة، مش اتنين، مش تلاتة، مش عشرة، ألف. وخليكي فاكرة وحاطة في دماغك كويس قوي إنك لما بتعوزي من الدنيا حاجة، الدنيا ما بتديكيش أي حاجة. فخشي 2020 بإن أنا بقول أنا الدنيا مش عايزة منك حاجة، أنا راضية ومبسوطة ومستورة على كده. وشوفي بقى اللي هيحصل معاكي إيه. اتفقنا؟ ثم ممكن أستأذن حضرتك في حاجة؟ قال لي طبعًا. ثم ممكن المكالمة دي أنقلها على الهوا في بداية الحلقة؟ قال لي أكيد، يا ريت. لو انت شايفه الناس هتستفيد قوليها. فانا بعيد عليكي قررت النهارده ان انا اقولها. خلينا نبتدي 2020 بالدعاء والاصرار والالحاح. لحي على ربنا وخلي عندك اصرار رهيب ان انا هنفذ في 2020 الهدف الفلاني. هشتغل بقى ان شاء الله، اعمل فلوس، اتجوز، ربي عيال تجري حواليا. المهم ان في الاخر 2020 ان شاء الله هتكون مختلفه بدعائنا لربنا وبينا احنا. احنا مش عايزين منها اي حاجه. النهارده مفيش مشاكل، النهارده مفيش حوارات، النهارده مفيش ازمات، النهارده مفيش نم. النهارده حلقه ان شاء الله تكون حلقه مبهجه مفرحه على وشكم. وحشوني جدا 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 من الاسبوع اللي فات. مشاهداتي عزيزات وبناتي حبيبات وامهاتي امارات، تعالوا نبتدي السنه الجديده ببسمه، بامل، بدعاء الى راس ربنا سبحانه وتعالى. يا رب ان شاء الله 2020 هتنفذ لي فيها اللي انا بترجاه منك. نرجع بسمه حلوه، نرجع الحلقه الجديده، اول حلقه من هي وبس لسنه 2020. استنونا.